السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أصدقائنا الأعزاء، أرحب بكم على القناة. اليوم إن شاء الله حبيت نقدم لكم موضوع جديد وحلو راح أتكلم فيه إن شاء الله عن ثمرة البرتقال، وهذه من أشهر الثمار الموجودة في فصل الشتاء. تابعوني أحبابي لمعرفة التفاصيل بعد الفاصل. فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو. إذن أحبابي، البرتقال المعروف عنه علاج للإنفلونزا، علاج لتفتيت الحصاوي، ومنظف للكلى والمثانة، ومنظف للأمعاء. هذا هو البرتقال، وفاكهة جدا ممتازة، أنصحكم بشربها وبتناول هذه الثمار. طبعا البرتقال نوع من الأشجار والحمضيات المثمرة ودائمة الخطى التي تتميز برائحتها الجذابة ولونها الجميل وطعمها الحلو في أغلب الأحيان، بالرغم من انتمائها لفصيلة الحمضيات. يعرف عن البرتقال في الصين أنه فاكهة السعادة، حيث إنهم يستخدمونه في حياتهم بشكل مستمر في جميع الحالات، ويستخدم لعلاج مشاكل البشرة والشعر وصحة الجسم بشكل عام والمناعة. إليكم أهم فوائد العصير وعصير البرتقال. يعمل على زيادة المناعة في الجسم لاحتوائه على فيتامين سي الذي يحفز المناعة، ويحافظ على صحة الخلايا والأنسجة المكونة للجلد بسبب وجود مضادات الأكسدة، ويحافظ أيضا على صحة القلب من الإصابة بجلطات مفاجئة، وتنقية الأوعية الدموية والشرايين من الكوليسترول، وتنقية الجسم من السموم، والحفاظ على توازن الجسم والسيطرة على الهرمونات المسؤولة عن الإباضة عند السيدات وتأخير سن اليأس، وأيضا علاج أمراض الربو والتخفيف من أعراض البرد والإنفلونزا، وتجديد الخلايا والتئام الجروح، وتخليص الجسم من أي آثار للأدوية والمواد الكيماوية، وأيضا تقوية عضلة القلب وتنظيم عمل الدورة الدموية، وتفتيت حصى الموجودة في الكلى التي تتراكم في الكلى وطردها خارج الجسم، وأيضا يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم وطارد للبلغم كما قلنا لكم والحنجرة، أيضا مضر ومنظف للكلى والمثانة، وملين ومزيل للفضلات ومنظف للأمعاء. إذن هو مفيد جدا، هذا العصير وعصير البرتقال مفيد جدا، له فوائد كثيرة كما قلت لكم، مغذي ويحتوي على كثير من المعادن والعناصر المفيدة للجسم ولصحة القلب. أحبابي، إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وضع لايك أسفل الفيديو لمزيد من التشجيع. نتظرنا إن شاء الله بوصفة جديدة، وإلى اللقاء.